السلام عليكم. معمل اليوم بعنوان الاناتومي اوف ذا هارت، بغطوا فيه الانترنال اند اكسترنال فيتشرز اوف ذا هارت. طبعا الهارت ات از ا هولو ماسكولار اورجان سيتويتد اون ذا ميدياستاينم وذين ذا شيست ريجنز. فروم ذا اكسترنال الهارت اولويز عنده ابيكس، عنده بيز، سترنو كوستال سيرفيس، وانفيريور اور سم مفيد اسم الثاني له diaphragmatic surface. The apex of the heart always and always عندها anatomical landmark و positions بتاعها ثابتة قاعدة في left fifth intercostal space about 9 cm from the midline، ولا ممكن نسموها اللي هو ماشي في mid clavicular line، يعني قاعدة في وسط اللاين بتاع الكلافيكل. الهارت متكون من 4 chambers 2 atria and 2 ventricles، تمام، وعنده النسب و proportions between the surfaces بتاعتنا. فهو الهارت عنده as a chambers 4، بس الشامبرز هذينا يعني في كل مكان النسبة بتاعها مختلفة. فالapex of heart زي ما عرفنا الاناتوميكال لاندمارك بتاعها هو متكون بالكامل from the left ventricles. نجو بعدها للbase of the heart، والله اللي سموا فيه الجزء الثاني اللي هو posterior surface. The base of the heart متكون mainly from the two atria right and the left atrium. وجزئية الكبيرة منها هي متكونة من the left atrium. نجو ل inferior surface بمرة بما أننا مسكنا هنا، متكون بس من two ventricles، والventricles متكون من two third from the left ventricles و one third from the right ventricles. يعني لما نشوف النسبة والتناسب بتاعتها نلقوا ان الاغلبية بتاعتها متكونة من ال left ventricles two third و one third من ال right ventricles. برضو في عنا very important groove جاي in the midline اللي هو في وسط ال two ventricles، يسمى posterior interventricular groove. وبصير interventricular groove هذا يمشي في middle cardiac vein and the posterior interventricular artery branch from the right coronary artery. برضو عندي جزئية ثانية بين علينا هنا between the atria and the atrium and the ventricles which is called atrioventricular groove. في جزئية هذه قاعد مشي في من لورا الكوروناري sinus. نجو لآخر جزئية عندنا اللي هي أكثر وحدة وأطول وحدة والكبيرة اللي هي السترنو كوستال سيرفيس. السترنو كوستال سيرفيس متكون من الفور شامبرز، تمام، متكون من الرايت أتر فنتريكل والليفت فنتريكل، متكون من تو أتريا بس بنسب وتناسب. يعني الرايت أتريوم بين علينا while the left atrium is covered ولا masked by pulmonary trunk and ascending aorta. الجزئية الكبيرة الميجرز متكونة من الventricles. This is the left ventricles وهذه الرايت ventricles. فنلقوا ان two third متكون من الرايت ventricle وال one third الاخر التكملة بتاعتها من الليفت ventricle. between the two ventricles عندي a groove which is called anterior interventricular groove lodges والله يمشي جوا منه ال greater cardiac vein and the anterior interventricular artery which is a branch from left coronary. الاسم الثاني له ممكن يسمو فيه descending anterior anterior branch of the left coronary. هذه بالنسبة للجزئية بتاعت external features. برضو أنا عندي هنا very important sulcus which is called coronary sulcus ولا atrioventricular sulcus اللي هي حيمشي فيها الرايت كوروناري ارتري اللي هي برانش الرايت كوروناري ارتري اللي هو البرانش هذا من الرايت كوروناري، حيعطي من قدام انتيريور سوري حيمشي من هنا وبعدين حيعطيني المارجنال ويكمل على الباك ويعطيني بوستير انتر فنتريكولار ارتري. الرايت ليفت انتر كوروناري ارتري على طول اول ما حيطلع حينقسم لتو برانش اللي هو الانتيريور واللي يلف ويكمل فيه من لورا اللي هو السيركمفلكس. فالانتيريور انترفنتريكولار ارتري برانش فروم ذا ليفت كورونري والبوستيريور انترفنتريكولار ارتري برانش فروم ذا رايت كورونري، تمام. نجو للجزئيه اللي بعدك، كملنا تو الاكسترنال فيتشرز وغطينا جزء بسيط من البلد سبلاي. الكورونري ارتريز زي ما عرفنا از بلد سبلاي كورونري ارتريز رايت وليفت. الرايت كورونري حيكون طالع من الانتيريور اورتيك ساينس
والبوستيريور والليفت كورونري حيكون طالع من الليفت بوستيريور اورتيك ساينس. هذا بالنسبه للبلد سبلاي بتاعه. وعرفنا ان الرايت عند الكورس بتاعه بيمشي في بيمشي في الكورونري ساينس وبيعطيني مارجنال ويكمل على الباك ويعطيني بوستيريور. الليفت لا على طول ينقسم الى انتيريور انترفنتريكولار ويكمل از سيركمفليكس ارتري. بالنسبه للفينس درينج اوف ذا of the heart يسمى جزئية كبيرة من الفينز تفتح في السبيس اللي وريتها الكم من لورا which is called coronary sinus. الكورونري ساينس يفتح فيها الجريت ميدل اند سمول كاردياك فينز وهذين كورسبوندينج مشيت في الانتيريور انترفنتريكولار والبوستيريور انترفنتريكولار جروف وواحد السمول ماشي مع المارجنال ارتري اللي هو البرانش بتاع الرايت كورونري. وبعدين عندنا تو فينز هناهي واحد ماشي على الليفت اتريوم وواحد ماشي على الليفت فنتريكل تمام اللي هو اوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم والبوستيريور سوري اوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم سوري والبوستيريور فين اوف ذا ليفت فنتريكلز. هذوما الفينز الخمسه كلهم يفتحوا في الكورونري ساينس والكورونري ساينس زيها زي اي دي اوكسجينيتد بلد حترد دي اوكسجينيتد بلد هذاي وتصب ليا في الرايت اتريوم زيها زي اي دي اوكسجينيتد بلد. عندي انذر تو تايب اوف فينز في مجموعه من الفينز اسمان انتيريور كاردياك فينز. Anterior cardiac veins as a bujessens هن مجموعة من الفينز قاعدات above the right atrium. بما أن البوزيشنز بتاعهم فوق الرايت اتريوم هما مش محتاجات يلفوا ويفتحوا في الكورونري ساينس فدرين دايركتلي انتو ذا رايت اتريوم. في مجموعة من الفينز الثيرد جروب اللي هن فينا كوردس مينيمس سمول فينز بيزيان فينز هذا الاسم الثاني لهن يفتحوا في اي شامبرز فما عندهمش بوزيشنز معين يفتحوا فيه يفتحوا في اي شامبرز عشان هيك الدم اللي وذن ذا ريفت فنتريكلز حيكون الاكسجين ساتوريشنز فيه حوالي 98-99% لان البيزيان فينز والله ذا فينس مينيمس هذين الصغيرات يفتحن في اي شامبرز ما عندهنش رول معين. وبهيك نكون كملنا البلد سبلاي وكملنا الاكسترنال فيتشرز عندنا. تو بنبدو في الانترنال فيتشرز اوف ذا هارت. الانترنال فيتشرز هذه تعتمد كل 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 شامبرز عند الكريتيريا اللي هي خاصه به. نبدو بفروم انسايد فلازم نفتح في الاول بس قبل ما نفتح نبي نوريكم جزئيه مهمه بكل بالنسبه لي هذين اللي هنا يسمى الاوريكلز رايت اوريكلز وليفت اوريكلز. الاوريكلز هي عباره عن جزء من الاتريوم ما هيش ستراكشر بروحها بارت من الرايت اتريوم يسمى اوريكلز وليفت اتريوم بجزء منه يسمى الاوريكلز. الاوريكلز هذه لما نفتحها من جوا هي ريبريزنتد تو ذا رف بارت اوف ذا اتريا. لما نجون بنفتحوا الهارت ونشوفوا الكريتيريا فروم ذا انسايد فاول جزئيه حتقابلنا اللي هي ستراكشرز اوف ذا رايت اتريوم. الرايت اتريوم متكون من سموث بارت ورف بارت. الرف بارت غطيناه تو قلنا اللي هو الاوريكلز. السموث بارت هي اللي حيفتحوا فيها الاوبننج. فالرايت اتريوم مهم تعرفوا في ان في 3 اوبننج ان فلو و1 اوبننج اللي هي الاوت فلو بتاعه. الانفلو بتاع حيجي له بلد فروم ذا سوبيريور فينا كافا انفيريور فينا كافا والفتحه هذه بتاعه الكورونري ساينس هذا الانفلو بتاع. الاوت فلو بتاع يعني الدم يطلع منه عن طريق اوبننج which is called tricuspid valve. tricuspid valve هذه الاوت ليت بتاعه. في تو ستراكشرز مهمات لازم تعرفون زيادات قعدت في الرايت اتريوم. عندي هنا ديبريشنز which is called fossa ovale. Fossa ovale. This is called fossa ovale. هي عبارة بس عن space تكون أو فصة تكونت due to septum primum و septum secundum وهذه related to embryology. برضو لازم تعرفوا أن في junction ولا landmark between the rough part والsmooth part which is called crista terminalis. وتعرفوا ان المسلس اللي كونت للرف بار تسمى ماسكولي بيكتينياتي. نجول للجزئيه الثانيه اللي هي الليفت اتريوم.
الليفت اتريوم يجمع collecting ال blood oxygenated blood from the four pulmonary veins. هذا الانفلو بتاعه، والاوت فلو بتاعه الدم حيمشي منه لجزئية اللي هي تسمى الميترال فالف ولا الباي كاسبيد فالف. فالانفلو بتاعه لنا الفور بولمونري فينس، والاوت فلو بتاعه بيوصل لي الدم للليفت فينتريكل ثرو ذا ميترال اور باي كاسبيد فالف. نجو بعدها للجزئية الثانية اللي هي خاصة بالventricles. We have right ventricles and left ventricles. في الأول قبل ما نشرح نبي ندوي على الانترventricular septum اللي هي الجزئية اللي في النص. Interventricular septum deviated toward the right side. فعشان هيك نلقوا ان right atrial ventricle smaller than the left ventricle. من المنطق لأن الرايت فنتريكل بيضخ الدم للنج بس، والليفت فنتريكل بيضخ الدم through the whole body. برضو نبي نشوفوا thickness of the walls between the two ventricles، فنلقوا أن the wall of the left ventricles three times thicker than the wall of the right ventricles. يعني هتلقوا أن the wall بتاع left side three times thicker than the right side. نفس الفكرة، لأنه يبدير لي bumping للblood toward the whole body، وهذا يبدير لي bumping just toward the lungs. الانفلو بتاعهن حيكون rough والاوتفلو بتاعهن حيكون smooth which is called vestibule and infundibulum في الright والleft side. تمام، نبو نجو بعدها للرف بارت. الرف بارت مكونتها two types two muscles trabeculary corny والبابيلاري مصل. البابيلاري مصل المين فانكشنز بتاعها هي اللي تتحكم في الاكشن بتاع tricuspid valve والميترال valve. فالنمبر اوف كاسبس هو النمبر اوف بابيلاري مصل. فتريكاسبت فالف تراي معناها ثلاثة، معناها عندي ثري بابيلاري مصل انتيرو بوستيرو سبتل. بايكاسبت ولا مايترال عندها تو بابيلاري مصل، واحدة انتيريور وواحدة بوستيريور. البابيلاري مصل كونكتد وذ ذا تريكاسبت فالف او ذا مايترال فالف ثرو كوردز خيوط تسمى كوردا تندني. ايتش كوردا تندني ماسكه في تو ادجيسنت كاسبس، بش لو صارت مشكله في واحده الثانيه تقدر تعوض الاكشن بتاعها. بالنسبه للفنتريكلز الليفت فنتريكل الانفلو بتاعه يخش للبلد عن طريق ترايكاسبيد فالف، ويطلع منه البلد عن طريق البولمونري فالف. بالنسبه للليفت فنتريكل يخش للبلد عن طريق الميترال فالف، ويطلع منه الاوت فلو عن طريق اللي هي الفتحه بتاعه الاورتيك فالف. الاورتيك فالف والبولمونري فالف شكل سيميليونرز ويحتوون على ساينسس، وهن مختلفات بالتماما عن تريكاسبيد فالف، وما عندهش اي كونكشنز وذ ذا بابيلاري مصل.